تساعدتنا الموسم الصيفي تعرف احنا اليوم في فتره كما قلت فتره بين خروج النيابات الخصوصيه ودخول المنتخبين الجدد وهذاك علاش الفتره هذه تكون جينيرالمون صعيبه لان شويه فما شويه فتره فراغ ولكن احنا نحاولوا وقاعدين جاهدين باش هالفتره هذه فتره هذه الفلوتمون هذا الفراغ هذا ما تكونش صعيبه. جميع البلديات السياحيه تقريبا بدينا لها ميد المساعده باش خاطر بلديه سياحيه تكون مثلا ترفع في 30 طرناطة في اليوم في واحد تولي تعدى 100 طرناطة في اليوم وامكانياتها تولي ما تسمعش. دونك قررنا سنا باش نعاونوا جميع البلديات السياحيه باش نعطيهم معناتها شركات خاصه وتعاونهم في رفع النفايات بتمويل من الوزاره معناتها من برنامج الخصوصي للنظافه نتاع الوزاره طبعا في نقل الكنس اليدوي في نقل الكنس الالي شواطئ تنظيف الشواطئ اللي انطلق في الشواطئ السياحيه في مارس وينطلق في ماي اخر ماي للشواطئ العموميه تركيز حاويات في الشواطئ السياحيه إذا ثم معناتها برنامج كامل باش نعاونوا البلديات ولكن مش نخدموا في بقعتها في مكانها ولكن باش نعاونوهم حتى الموسم الصيفي يتعدى احسن. طبعا ثم شويه اضطرابات راهو ثم بعض الاماكن فيها حتى دي غريف تونس اليوم ثم تكاثر للناموس على الايامات هذه علاش؟ لان مش لان ما بديناش نداويو راهو بدينا نداويو من شهر جانفي وهذا اللي فسرته وفسرت شنو انواع الناموس ولكن الناس ما فهمتوش وكذا لان علاش انواع؟ لان التريتمون نتاعو ديفيرون المعالجه نتاعو مختلفه المعالجه بدات من شهر جانفي ولكن ممكن الظروف مناخيه نتاع صبينا الشتاء الامطار اللي صارت في تقريبا نص ماي شهر ماي ثم امطار صبت وبعديك سخنت الدنيا هذايا يخلي الناموس كذا خاصة في بعض المناطق اللي كان ثم ارتفاع الميادة المائية وثم من بعض المستنقعات طبعا هذايا إلى جانب هذا اللي خلى هالأيامات الإزعاجات ولكن جميع الفرق راهو تشتغل باش تنقص بالازعاج هذا ولكن ما عندناش راهو الازعاجات نتاع سنه 2015 و14 وسنه 2006 و3 وقت اللي كانت ما عندناش مشاكل كبيره في صبغه السجومية اللي هي تحت السيطره الحق اللي فيها نوع اخر من الناموس